أهلا بكم إلى نشرة التاسعة وأبرز عناوينها. وفدا 5+5 يتفقان على التهدئة وخروج المرتزقة خلال 90 يوما بعد اتفاق وقف إطلاق النار. ردود فعل رافضة لقرارات رئيس المؤسسة الليبية للإعلام محمد بعيو ومطالبات للرئاسي بسحب قرار تعيينه. إجمالي إصابات كورونا تتجاوز حاجز 50,000 وسط مطالبات بتوفير المعدات والنواقص لمراكز العزل. أكدت المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز أن اللجنة العسكرية 5+5 اتفقت على خفض التصعيد العسكري ومواصلة التهدئة في جبهات القتال. وقالت ويليامز خلال مؤتمر صحفي لها الأربعاء، قالت إن الطرفين اتفقا على ضرورة رحيل كافة المقاتلين والمرتزقة لأي جهة انتموا خلال 90 يوما بعد اتفاق وقف إطلاق النار بمراقبة من الأمم المتحدة. على ما يبدو أن هناك تقاربا في وجهات النظر بين وفدي لجنة 5+5 العسكرية عقب انتهاء مفاوضات اليوم الثاني في جنيف، بعد أن أكدت المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز وجود توافق حول العديد من القرارات الهامة، منها ضرورة الاستمرار في خفض التصعيد العسكري ورحيل كافة المقاتلين المرتزقة لأي جهة انتموا خلال 90 يوما بعد اتفاق وقف إطلاق النار بمراقبة من الأمم المتحدة. ويليامز أفادت خلال مؤتمر صحفي أن الأطراف الليبية اتفقت على وقف التحريض الإعلامي وخطاب الكراهية، مؤكدة أن إجراءات بناء الثقة بين الأطراف في ليبيا دخلت حيز التنفيذ. وتعليقا على إعلان رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج الأسابيع الماضية عزمه الاستقالة، قالت المبعوثة الأممية إن القرار شجاع وسيساعد في إنهاء فترة انتقالية طويلة والتوجه إلى انتخابات ديمقراطية. وفي رد على سؤال حيال تورط حفتر في جريمة المقابر الجماعية بترهونة، قالت ويليامز إن البعثة الأممية تعمل مع حكومة الوفاق على المساءلة القانونية حيال مقابر ترهونة، مبينة أن هناك أدلة تم اعتمادها من قبل لجنة تقصي الحقائق بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وشددت على أنه لا سلام دون تحقيق في هذه المقابر ومحاسبة مرتكبيها. أما ما يخص مسألة استئناف وإنتاج تصدير النفط، فقد اتفق الطرفان على تكليف آميري حرس المنشآت النفطية في المنطقتين الغربية والشرقية لتقديم توصيات بشأن إعادة هيكلة حرس المنشآت النفطية. وبخصوص التنقل بين المدن، قالت ويليامز إن الجانبين اتفقا على فتح الطرق والمعابر الجوية والبرية التي تربط جميع مناطق ومدن البلاد. تحديات كبيرة تواجه اللجان الممثلة عن الأطراف الليبية وتتفاوض في أكثر من دولة، والتي يراهن المجتمع المحلي والدولي على نجاحها لتحقيق مرحلة جديدة من التوافق تقود إلى تسوية شاملة للأزمة الليبية الممتدة منذ سنوات في انتظار مدى جدية الأطراف لتنفيذ الترتيبات المتفق عليها. We'll be right back.
في سياق ذاته عبرت السفارة الأمريكية في ليبيا عن ترحيبها باجتماع محادثات اللجنة العسكرية المشتركة في جنيف. وقالت السفارة في تعليق لها على بيان البعثة الأممية في ليبيا إن الولايات المتحدة يسرها أن ترى الليبيين يجتمعون من خلال اللجنة العسكرية المشتركة الليبية كوسيلة لوقف إطلاق النار والحد من التصعيد لصالح جميع الليبيين حسب قولها. وكانت البعثة الأممية قد أعلنت أمس انطلاق عمل اليوم الثاني من محادثات اللجنة بتسيير من الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة ستيفاني ويليامز. من جهتها رحبت السفارة البريطانية في ليبيا بمحادثات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 الجارية في جنيف. وقالت السفارة في تغريدة لها تعليقا على بيان البعثة الأممية حول المشاورات العسكرية والاتفاقات التي تمت بها أنها ترحب باتفاقات محادثات اللجنة العسكرية المشتركة في جنيف، وأنه يمكن تحقيق وقف إطلاق النار والتهدئة من خلال وحدة جميع الليبيين في صف واحد والجلوس لحوار شامل. دعت السفارة الفرنسية لدى ليبيا إلى توقيع اتفاق يقضي بالوقف الدائم لإطلاق النار في ليبيا ووضع حد لانتهاكات حظر الأسلحة وخروج المرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية وفقا للمبادئ المتفق عليها في مؤتمر برلين. وأكدت السفارة في بيان لها حرص باريس على التقدم في الحوار السياسي الليبي بشكل متوازن وشامل في الإطار الذي اقترحته الأمم المتحدة بهدف تنظيم انتخابات على أساس المعايير التي اتفق عليها الليبيون، مطالبة دول الجوار الليبي والتي لها مصلحة مباشرة في استقرار ليبيا بأن تشارك بشكل كامل في هذه العملية. ونبقى في ملف ردود الفعل، حيث وصفت بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا اتفاق الأطراف الليبية في جنيف بالخطوة الهامة في المسار الطويل لتحقيق السلام، معبرة عن تطلعها لاستمرار المحادثات بشكل إيجابي. وأوضحت بعثة الاتحاد الأوروبي في تغريدة على صفحتها على تويتر أنها تتطلع لمواصلة النقاشات حول اتفاق وقف إطلاق النار في الساعات القادمة، مؤكدة دعمها لمسار النقاشات الجارية بين الأطراف المتحاورة. وللتعليق على هذه الملف معنا عبر خدمة سكايب من واشنطن مستشار المجلس الرئاسي للشؤون الأمريكية السيد محمد عبد الله. سيد محمد، نقاط الاتفاق الست وفق البعثة، هل التزام الطرفين بهما عمليا ممكن؟ مساء الخير أستاذ أمل، تحية طيبة لك وللمشاهدين الكرام. هو هذا المهم في كل هذه المجريات، الحوارات والاتفاقيات هي معيار الإلزام ويعني ومعيار التطبيق على الأرض، لأن سبقت هذه الاتفاقيات عشرات إن لم تكن مئات من الاتفاقيات المشابهة، ولكن غاب عنها عدة عوامل من على رأسها هي الإرادة، الإرادة الدولية بشكل أساسي، وأيضا حتى الإرادة من قبل الأطراف الليبية المشاركة في هذه الجلسات في الالتزام بها أولا، وأيضا أن تتحمل الأطراف التي تخرق هذه الاتفاقيات المسؤولية. فإذا كان أسقطنا هذا الواقع على التطور الذي عبرت عنه بعثة الأمم المتحدة وهو تطور إيجابي بدون شك وخطوات نحو الطريق الصحيح، ولكن بدون شك هي خطوات متأخرة وخطوات أيضا غير كافية، هناك كثير من الأبعاد التي لم يتم تناولها حتى الآن، وأهمها هو الوضع الأمني على الأرض في المناطق التي تسيطر عليها قوات فاغنر. أيضا هناك معلومات لتواجد قوات أجنبية أخرى، يعني سواء كانت روسية أو قوات من المرتزقة من الجنجويد أو من غيرهم، تحدثوا عن إخلاء المرتزقة من ليبيا خلال مدة 90 يوم، ولكن لم يتم التحدث عن من هي الجهة المسؤولة عن القيام بهذا الإخلاء وما هي عواقب عدم الالتزام بهذا الاتفاق. وهذا ينطبق على كل النقاط التي ذكرت، ويبقى المعيار والبوصلة التي تهم المواطن الليبي في هذا الأمر ليست ردود الأفعال الدولية وترحيب الولايات المتحدة أو فرنسا أو غيرها، إنما هو معيار التنفيذ والمعيار
الذي سنشاهده في تصرفات هذه الأطراف التي رحبت وعبرت عن هذا الترحيب، بماذا ستقوم تجاه الأطراف التي ستخرق. وهذا للأسف ما في تعاملنا لأنك ذكرت مع سيد محمد ما يهم المواطن، يعني بالنظر إلى هذه النقاط الست الجميع يبحث عن تأكيد تثبيت وقف رسمي لإطلاق النار، ولكن النقطة الرابعة لم تتضمن ذلك بل قالت مواصلة دعم التهدئة الحالية على جبهات القتال، لماذا برأيك؟ هو هذا القصد من وراء لما قلت أن هذه خطوات إيجابية نحو الطريق الصحيح، ولكنها أولا متأخرة وثانيا غير كافية، لأن فعلا يغيب عنها موضوع التهدئة الدائمة، وليس التهدئة فقط، يعني التهدئة وأيضا إلزام كل الأطراف التي أججت الصراع في ليبيا وعلى رأسهم خليفة حفتر والقوة التي جلبها، وهذه قوة للأمانة، يعني يجب أن نقر أيضا بأن كثير منها لم يعد يسيطر عليها خليفة حفتر، وبالذات الأطراف المرتبطة بحكومة السيد بوتين في روسيا. لا أعتقد أن لا خليفة حفتر ولا أي طرف ليبي يملك السيطرة على هذه الأطراف. فما هو موقف الدول التي عبرت عن ترحيبها لمثل هذا الاتفاق تجاه هذا الأمر؟ هل بعد أسابيع لو شاهدنا استمرار تدفق الأسلحة وتدفق المقاتلين الذي عبرت عنه البعثة نفسها بأن هذا الأمر استمر، هل سيكون هناك خطوات عملية وجادة تجاه هذه الأطراف أم لا؟ هذا هو الأمر الذي يهم المواطن الليبي. لا يجب أن يعني أن نحاول أن نقلل من الـ يعني إيجابية هذه الخطوات، وهي خطوة فعلا يعني تقود إلى التفاؤل الحذر من قبل الليبيون، لكن أعتقد الأهم من هذا هو يعني فتح الطرق، إعادة تدفق النفط، كل هذه أمور إيجابية وستمس حياة المواطن الليبي بشكل مباشر. نعم، وندعو إليها ونحث على التمسك بها، ولكن لا يجب أن نكون أيضا أن يلدغ الجحر، يعني المؤمن من الجحر مرتين. هذا الشخص يعني لدغنا منه عشرات المرات، ويجب أن يكون هناك إرادة حقيقية محلية ودولية استعدادا للتعامل مع سواء مع حفتر ومع أي طرف آخر يخترق هذه الاتفاق. طيب، لأننا ذكرنا أيضا ردود الفعل هنا، برأيك روسيا لماذا لم تعلق كما علقت باقي الدول، وخاصة بأن هناك نقطة مهمة مرتبطة بها وهي المرتزقة، وأيضا هذه النقطة جاءت مقرونة بزمن أي خروجهم من ليبيا، ما قراءتك لهذه النقطة؟ قراءتي هو استمرار روسيا في نفس السياسة التي اتبعتها منذ اندلاع هذه الأزمة، وهو هدفها إطالة أمد الأزمة، وهذه التطورات وهذه الاتفاقيات يعني تقود نحو إنهاء الأزمة، ولا أعتقد أن روسيا تريد ذلك. فهذا من جانب. الجانب الآخر هو أيضا أن روسيا ليست معنية بأي مشاورات سياسية بين الأطراف الليبية، لا تحقق لها ولا ترسخ لها أطماعها في التواجد العسكري الدائم داخل ليبيا، وبدون شك هذا أمر مرفوض، ونتمنى أن يكون مرفوض من كل الأطراف الليبية. يعني أعتقد أن هذا الأمر واضح جدا، أن روسيا ليست معنية بأي نوع من التوافق الليبي الذي لا يحقق ذلك، فلهذا هو هذا المحك الآن، هو هذا الامتحان لكل الأطراف، وبالذات الأطراف التي كانت مصطفى مع حفتر، وربما الآن تريد أن تنخرط في مشاورات وحوارات سياسية وعسكرية تحقق الاستقرار. نتمنى أن يعيدوا فعلا حساباتهم، وأن يكون على رأس القائمة التي أعتقد هدف نجتمع فيه جميعا هو إنهاء، ولكن عدم مباركتها ألا تعني لربما عرقلتها لهذا الاجتماع؟ نعم، بدون شك هي مستمرة في العرقلة، روسيا لم تتوقف في العرقلة، سواء من خلال مجلس الأمن، سواء من خلال عرقلة عمل البعثة، سواء من خلال إطلاق بعض المبادرات أو القفزات، أنا أريد أن أطلقها أو أسميها مبادرات، قفزات أخرى مثل الاتفاق الواهي الذي حاولت أن تبرمه بين خليفة حفتر وساهم فيه للأسف السيد أحمد معيتيك. كل هذه الخطوات هي من أجل العرقلة ومن أجل قطع الطريق أمام أي حل قد يؤدي إلى حل حقيقي. فلهذا فعلاً هم لن يؤيدوا أي شيء إلا الذي سيؤدي إلى إطالة أمد الأزمة أو الهروب من الأمام، وأيضا أن يبقى مصير الشعب الليبي مرهون بمثل هذه التدخلات ومثل هذه الأطراف التي تريد أن تمسك الشعب الليبي رهينة، وهذا الأمر مرفوض. شكرا جزيلا سيد محمد عبد الله، مستشار المجلس الرئاسي للشؤون الأمريكية، كنت معنا عبر خدمة سكايب من واشنطن. دعا تجمع الوسط النيابي بمجلس النواب أعضاء المجلس إلى الاجتماع بإحدى المدن الليبية بأسرع وقت بهدف إعادة توحيد المجلس
دون اشتراطات مسبقة من أحد. وأوضح التجمع في بيانه أنه يتابع الأجواء الإيجابية التي قال إنها أصبحت تسود الساحة السياسية بالبلاد بعد توقف القتال ونزيف الدماء وتحول الصراع إلى حوار سياسي سلمي يهدف إلى إنهاء الأزمة وإعادة توحيد المؤسسات وبنائها. بحث رئيس الأركان الفريق ركن محمد الحداد مع وزير الدفاع التركي خالوس ياكار ورئيس الأركان يشار جولر في العاصمة التركية أنقرة، بحثوا مواصلة أنشطة التدريب والاستشارة بالمجالين العسكري والأمني في ليبيا في إطار الاتفاقيات المبرمة بين البلدين، إضافة إلى آخر تطورات الوضع في البلاد. كما قام الحداد بزيارة إلى معسكر القوات الخاصة في أنقرة والاطمئنان على الطلبة والمتدربين العسكريين الليبيين، ووضع إكليلا من الزهور على ضريح مؤسس الجمهورية التركية الحديثة مصطفى كمال أتاتورك. قام آمرا المنطقتين العسكريتين الغربية اللواء سامجويلي وطرابلس اللواء عبد الباسط مروان بزيارة إلى مدينة طرهون الثلاثاء. وأجرى جويلي ومروان خلال الزيارة اجتماعا مع عدد من أعيان ووجهاء المدينة، وتفقدا المقرات العسكرية التابعة للجيش الليبي بالبلدية واطلعوا على جاهزيتها بهدف تفعيلها وتطوير قدرات منتسبيها. ومعي عبر الهاتف المحلل والخبير العسكري عادل عبد الكافي. بداية نتجه إلى ما يحدث في جنيف من الجانب العسكري، كيف يمكن قراءة هذا التقارب الواضح إلى حد ما في تفاهمات جنيف؟ تحية طيبة لك سيد أزم وكذلك لزميلتك فاضلة وأيضا مشاهدينكم. حقيقة البنود التي طرحت من خلال هذه المجموعات، مجموعات 5+5 برعاية طبعا الأمم المتحدة، لا يوجد آلية واضحة بضمان تنفيذ مثل هذه الآلية. كذلك ما هي نقول بنود حماية تطبيق أو تنفيذ هذه الآلية؟ لا يوجد حقيقة الحديث عن هذا الأمر، وما أنه من أهم العوامل لنجاح أي مفاوضات بأن يكون هنالك عامل رادع لكل من أو يخترق مثل هذه الاتفاقيات بخصوص وقف إطلاق النار. يعني برأيك لم يتم الإشارة على مسألة الضمانات المحافظة على أي اتفاق سيحدث؟ عفوا سيد أزم الخط غير واضح. أشرت إليك لأنه في رأيك لم يتم الإشارة على أي ضمانات تحافظ على الاتفاق الذي سيبرم؟ بالتأكيد سيد آزم، وهي اعتبرها العمود الفقري أو اللبنة الحقيقية لنجاح أي مفاوضات. لابد أن يكون هنالك ضمانات أو آلية تضمن نجاح هذا الاتفاق. كذلك الرادع، العامل الرادع لمن يقوم باختراق مثل هذه الاتفاقيات أو الهدنة، نرى هي مناورات نقول لكسب مزيد من الوقت. طبعا نحن نتمنى حقيقة أن تستقر ليبيا وأن يتم تحييد السلاح وعدم الاقتتال ما بين الليبيين. طيب، ولكن دعنا نأتي إلى هذه النقاط ونفهمها بغض النظر عن مسألة الضمان هنا. هل هي نقاط بالفعل مجدية، خصوصا مسألة الاتفاق على خفض التصعيد العسكري ومواصلة التهدئة في جبهات القتال وهو حاصل إلى حد ما، ولكن واقعيا هل يمكن الحفاظ عليه هنا في هذا الاتجاه؟ من خلال هذا الإطار الذي الآن نشر حول بنود الاتفاق، لا يوجد آلية واضحة بخصوص الحفاظ على مثل هذه البنود. محور هذه البنود يرتكز على عاملين مهمين جدا، ألا وهو الحديث عن درجة التدخلات الأجنبية في ليبيا غير مقبولة وعلى جميع كف اليد عنها، عن أي تدخلات يتحدثون. أتصور هو تلميح واضح عن الاتفاقية الليبية التركية، وهي اتفاقية قانونية ودولية، فلذلك هنالك أطراف داعمة لعملية الكرامة تسعى إلى إجهاض هذه الاتفاقية التي هي ترمي إلى استقرار ليبيا وأحدثت تطور كبير وكانت عامل رادع لتدخلات هذه الدول، وأيضا أجبرت هذه الدول التي غذت الصراع على مدار عدة سنوات
بأن تلجأ إلى مثل هذه الحلول، ناهيك طبعا عن العامل الرئيسي وهو حجم الخسائر التي منيت به ميليشيات الكرامة والمرتزقة الروس والمرتزقة الأفارقة من قبل قوات الجيش الليبي والقوة المساندة مدعومين من حليف التركي، هو ما أجبرهم إلى الدخول بجدية أو إظهار الجدية نقول في مثل هذه المفاوضات، وهذا خلال الأوامر التي أعطيت لهم من الدول الداعمة له. كذلك النقطة الأخرى ترتكز حول نقول عملية الاتفاق على هيكلية حرس المنشآت النفطية. جزء كبير من إشكالية الموجودة الآن حول الموارد النفطية والحقول النفطية وتأمينها هم مجموعات حرس المنشآت النفطية التابعين لميليشيات الكرامة الذين سبق لهم أن أغلقوا الحقول ومنعوا التصدير وساهموا في الأزمة الاقتصادية. فهل يتوقع من العقل والمنطق أو من الناحية العملية العسكرية هل يتوقع مثل هذه العناصر يمكن الاعتماد عليها في تأمين الموارد النفطية والحقول النفطية؟ لا أتصور ذلك، هذا من خلال المنطق والعقل. أما الحديث عن كلام مسترسل ونقول إرسال رسائل ظاهرها إيجابي ولكن باطنها حقيقة ينافي الواقع العملي وينافي الأبجدية العسكرية في تأمين المواقع الهامة والأهداف الحيوية. هذه هي نقول محور أو ارتكاز جميع البنود التي تحدث عنها حول هذه النقطتين الهامتين. طيب دعني أعود بك للنقطة هي في غاية الأهمية هنا سيد عبد الكافي. نعم. تحدثوا عن عفوا سيد أزم، تحدثوا أن سيكون هنالك مراقبة دولية بخصوص خروج المرتزقة الروس. ما هي الضمانات الكافية التي تؤكد على خروج المرتزقة الروس من الأراضي الليبية؟ هذه هي المعضلة الرئيسية التي لم يشار إليها بمنتهى الوضوح. هناك جانب المرتزقة الروس والمرتزقة الأفارقة، هناك جانب عقد اتفاقيات دولية ليضمن استقرار الأراضي الليبية، والروس لا زالوا متواجدين بأسلحتهم الفتاكة وأسلحتهم الهجومية بالطائرات الميك 29 بالطائرات السيخوي 24 انتقالهم إلى قاعدة براك الشاطي. هناك إشكالية حقيقية لم يدر الحديث حولها أو التركيز عليها حتى نستطيع أن نطمئن إلى مثل هذه المبادرات التي سنتطلع إلى جلب الاستقرار من خلالها. طيب إذن كيف يمكن تفسير الوصول إلى هذه النقاط التي أشرت إليها هنا وهي في غاية الأهمية دون التحدث أو الإشارة عن آليات معينة خصوصا فيما يتعلق بخروج المرتزقة أو حتى مسألة هيكلة حرس المنشآت وغيرها من النقاط المهمة؟ حسب ما سمعت سؤالك سيد آزم بخصوص بشأن الآلية إلى الآن أنا أشرت إليها في بداية حديثي، إلى الآن لم يتم التطرق إليها من أطراف الحوار أو حتى من بعثة الأمم المتحدة. كيفية خروج المرتزقة الروس، كذلك عناصر الحرس المنشآت النفطية التابعين لعملية كرامة والذين كانوا هم أصل الإشكالية، أصل الأزمة الليبية، أصل قفل موارد الاقتصاد والحقول النفطية، وساهموا في تدفق المرتزقة إلى حقل الشرارة وحقل الفيل وأيضا إلى المنطقة الجنوبية وتمركزهم في بعض المواني النفطية كرأس لانوف. فلذلك لا أتصور مثل هذه العناصر يعول عليها بأن تكون هي يعني نقول من مساهمة في جانب الحماية. عموما لابد أن يكون هنالك آلية واضحة، هنالك ضمانات حقيقية، هنالك نقول عقوبات واضحة أو نقول عصا العقوبات على من يقوم يعني بأي خطوة تؤدي إلى انهيار مثل هذه المفاوضات. هذا لضمان سلام هذه الاتفاقية. لابد أن تغلف هذه الاتفاقية بآلية واضحة كيفية ضمانة عدم خرق هذه الاتفاقيات وهذه البنود، كذلك الآلية الواضحة لخروج المرتزقة الروس. هل نعم. سيتم خروجهم على مجموعات؟ هل سيتم الضغط على روسيا لنقول لإخلاء الأراضي الليبية من مرتزقتها على الأراضي الليبية؟ فلذلك لابد أن يكون هنالك بنود واضحة وآلية واضحة تحمي نعم. هذه الاتفاقية. عبر الهاتف المحلل والخبير العسكري عادل عبد الكافي، شكرا جزيلا لك. سياسيا أيضا أكد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة دعم الملك محمد السادس للمبادرات الهادفة للوصول إلى حل سلمي يحقق الوحدة والسيادة لليبيا بعيدا عن التدخلات الأجنبية. وشدد بوريطة في مؤتمر مشترك مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشي على أهمية دور مجلسي النواب والأعلى للدولة في بناء أي اتفاق بشأن الأزمة.
مشيرا إلى أن اتفاق سقراط يبقى دائما الأرضية لأي حل سياسي. من جانبه أكد المشري تحقيق اتفاقات وصفها بالكبيرة لتقليص مساحات الخلاف بمساعدة المغرب، مؤكدا أهمية العمل على تفعيل المادة 15 من الاتفاق السياسي. بحث وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي بشاغة مع وزير الشؤون الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو آفاق التعاون المشترك بين البلدين في العديد من المجالات خاصة الأمنية. وقالت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق إن المباحثات التي أجراها بشاغة مع دي مايو في روما استعرضت أيضا التعاون بين البلدين بما يخدم المصلحة المشتركة، بالإضافة إلى عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك وفق قولها. عبرت قوات وقيادات من عملية بركان الغضب عن رفضهم تولي محمد بعيو المعين من السراج رئاسة المؤسسة الليبية للإعلام لعدم ارتباطه بثورة فبراير. وقالت قوات وقيادات عملية بركان الغضب في بيان لهم إن مبدأهم هو مبدأ كل الليبيين، مؤكدين عدم رضاهم بالاستخفاف بالتضحيات التي قدمت وفق نص البيان. جدل جديد يرافق رئيس المؤسسة الليبية للإعلام محمد بعيو المعين من السراج وإجراءاته بعد توجيهه تعليمات إلى مدير عام وكالة الأنباء الليبية ألزمه فيها بالتقيد بما سماه إعلام السلام والتوقف نهائيا عن بث ونشر كل ما يتعلق بما وصفها بالحرب الأهلية، وهو ما أثار مخاوف الرافضين لعدوان حفتر من القفز على الأحداث وتحريفها بتسويته بين المعتدي والمعتدى عليه وفق تعبيرهم. أصحاب هذه الانتقادات من الإعلاميين والكتاب والمدونين وغيرهم استغربوا انتقاء بعيو لمصطلحات كالحرب الأهلية التي تدينه والحكومة التي يعتبر نفسه يمثلها لأنها تسقط شرعيتها وحقها في مواجهة معتد عليها ومدعوم دوليا، فضلا عما اعتبروه مخالفة لسياستها وتصنيفها الرسمي لحفتر بعد مطالبته بإيقاف المواد التي تدينه وتصفه بمجرم الحرب وحذف شعار بركان الغضب. ولم يكتف بعيو بما وصف بالتناقض، بل توعد في تعليماته مديري القنوات والإذاعات باتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم في حال عدم الالتزام بتوجيهاته بشأن الامتناع عن تناول العدوان على طرابلس. وفي الوقت الذي يحتاج فيه الإعلام العمومي إلى نهضة حقيقية، رأى مراقبون ومنهم رئيس المركز الليبي لحرية الصحافة محمد الناجم أن تعليمات بعيو هذه شبيهة بتلك التي تصدر أيام النظام السابق وتهديد مبطن لمدير وكالة الأنباء، وفيها انفراد بالقرار وسيطرة على قطاع الإعلام العام وفق تعبيرهم. وبدلا من أن يوجه بعيو تعليماته هذه بمصطلحات عامة بصفته التي وجهت باعتراضات رسمية على طريقة تعيينها ومواقفها من داخل المجلس الرئاسي، كان لزاما عليه وفق مراقبين أن ينتظر الفصل في منصبه وتحديد هذه السياسات في ميثاق ودليل مهني يتفق عليه أعضاء في مجلس إدارة هذه المؤسسة وليس في شكل أوامر من شخص واحد حسب تقديرهم. أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيله الثلاثاء 719 إصابة جديدة بفيروس كورونا و608 حالات شفاء إلى جانب 19 حالة وفاة بسبب الفيروس. وأوضح المركز في بيانه الأربعاء أن من بين الحالات الموجبة 457 حالة جديدة و262 حالة لمخالطين. هذا وبلغ إجمالي الإصابات بالفيروس في عموم البلاد 51625 إصابة، فيما بلغ إجمالي المتعافين 28440 متعافية، بينما بلغت حالات الوفاة 765 حالة بسبب الفيروس المستجد.
جولات على عدد من مراكز العزل المخصصة لإصابات فيروس كورونا في المنطقة الغربية قام بها فريق طوارئ صحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، والذي أكد أن هذه الجولات أثبتت فشل مشروع مراكز العزل. مدير طوارئ صحة المجتمع بمركز مكافحة الأمراض كامل التلوع قال إن هذه المراكز تفتقر لأبسط مقومات الرعاية المطلوبة، بداية من خرائط إنشائها من الناحية الهندسية، وإنما أنشئت دون كراسة مواصفات للناحية الصحية. التلوع وصف نقص الأكسجين بالطامة الكبرى لمرضى فيروس كورونا، مشددا على أن كل الحالات لا يمكن تركها في العزل المنزلي، وخاصة التي تحتاج للأكسجين، ومؤكدا أن المستشفى هو المكان الطبيعي لهذه الحالات إن لم تكن في العناية الفائقة. نقص الأكسجين أعتقد يعني كل المراكز اللي شفناها ما فيهاش كمية كافية من الأكسجين، تعتمد على الاستوانات، وهذه طبعا جلب الاستوانات هذا مرة متوفر مرة مش متوفر، والأسعار طبعا زادت بشكل خيالي في مادة الأكسجين هذه، فسبب نقص كبير طبعا، وأدى طبعا إلى حتى وفيات. افتقار مراكز العزل للعدد الكافي من الكوادر الطبية والطبية المساعدة هو ما أكده مدير صحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، والذي أوضح أن الموجودين منهم يفتقرون للتدريب، فضلا عن افتقار مراكز العزل للاختصاصيين والاستشاريين، خاصة في التخدير والعناية الفائقة وغسل الكلى وأمراض الجهاز العصبي. وأرجع كامل التلوع تردي الوضع لمكافحة فيروس كورونا إلى عزوف الكوادر الطبية عن العمل، مشيرا إلى عدم توفر معينات العمل الطبي رغم وجودها في الإمدادات الطبية حسب قوله. يتوارد إلى مسامع كثيرا يعني أن في المخازن اللي في شارع عم المختار في المعرض تحديدا فيه موجودة هذه في الإمداد الطبي، موجود الكمامات الخاصة هذه، موجود اللباس الخاص، موجود كل شيء. مانيش عارف وين المشكلة بالضبط، يعني وين الجهات الرقابية، وين الناس، وين الحرس البلدي، وين التفتيش في الصحة، وين الرقابة الإدارية. حل جميع هذه المشكلات حدده مدير صحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض في فتح كل المستشفيات وتخصيص بعض أجزائها لمرضى كورونا، وتدريب الأطباء والممرضين والفنيين، وتوفير الحماية لهم ومنحهم حقوقهم المادية، مشيرا إلى أن تخصيص برج واحد من أبراج مركز طرابلس الطبي يكفي العاصمة التي تستقبل الحالات من جميع ربوع ليبيا. النشرة متواصلة وفيها بعد الفاصل. عقب الوصول إلى تفاهمات في جنيف، عدد من شركات الطيران المحلية تعلن عن استعدادها لاستئناف الرحلات الداخلية. فكان عشرات إن لم يكن مئات بل آلاف الناس تلتزم على أيدي، سواء ليبيين أو خليجيين، سعوديين، كويتيين، إماراتيين، قطريين، أردنيين، فلسطينيين. في إحدى تلك الزيارات تقريبا في 1985 بالتحديد استدرج اثنين من الأمن الليبي، داروا له ميعاد وقالوا فيه ناس يبوك في مدينة جدة. قعدت نقرأ فيه، لقيت فيه ما إسلام وحركة، إسلام ودعوة، حافظ على دينك، ادعو إلى الله عز وجل. تجد هذا التكامل في تيارات سياسية أخرى، لكن أنا دعوي، إنسان دعوي، السياسة ضمن مشاريعها، الاجتماعي ضمن مشاريعها. وفدا 5+5 يتفقان على التهدئة وخروج المرتزقة خلال 90 يوما بعد اتفاق وقف إطلاق النار. ردود فعل رافضة لقرارات رئيس المؤسسة الليبية للإعلام محمد بعيو، ومطالبات للرئاسة بسحب قرار تعيينه. إجمالي إصابات كورونا تتجاوز حاجز 50,000 وسط مطالبات بتوفير المعدات والنواقص لمراكز العزل. من جديد أهلا بكم.
عقب إعلان الاتفاق بين أطراف اللجنة العسكرية 5+5 بخصوص فتح حركة الملاحة الجوية بين المدن الليبية، لا سيما باتجاه مدينة سبها. بدأت بعض شركات الطيران الإعلان عن عودة الرحلات الداخلية بين مدن ومناطق البلاد. إعلانات مستمرة من شركات طيران محلية بعودة الرحلات بين طرابلس وبنغازي على وقع ضغوط من البعثة الأممية باتجاه فتح الطرق الجوية والبرية بين المدن. في جنيف أعلنت الأمم المتحدة عن اتفاق بين أطراف اللجنة العسكرية 5+5 بخصوص فتح حركة الملاحة الجوية بين المدن الليبية، لا سيما باتجاه مدينة سبها، واتخاذ سلطة الطيران المدني جميع الخطوات اللازمة لتحقيق ذلك في أسرع وقت ممكن، إلى جانب فتح الطرق والمعابر البرية التي تربط جميع مناطق ومدن ليبيا. الاتفاق لاقى صدى عند شركات طيران، من بينها شركة طيران البراق التي أعلنت عن موعد أولى رحلاتها بين مدينتي طرابلس وبنغازي اعتبارا من يوم الأحد القادم لواقع رحلتين يومية. الأمر ذاته أعلنت عنه أيضا الخطوط الجوية الإفريقية التي قالت إن رحلاتها التجارية بين مطارين بدينا ومعتيقا ستبدأ الجمعة المقبل بعد توقف دام أكثر من عام. يأتي ذلك بعد أن أقلعت أولى الرحلات الجوية بين مطاري معتيقا وبنينا قبل أكثر من أسبوع على متنها وفد من مصلحتي المطارات والطيران المدني، بالإضافة إلى ممثلين عن شركة الخطوط الجوية الإفريقية للوقوف على التجهيزات اللازمة. وكان النظور قد أبدى رفضه لعودة الرحلات الجوية بين بنغازي ومعتيقا قبل أن يتراجع عن الأمر على وقع ضغوط من الأمم المتحدة حسب مراقبين. الثابت أن عودة الرحلات الداخلية ستلقى ترحيبا من المواطنين، لكن المخاوف تبقى قائمة من أن تلقى مصير الرحلة التي توجهت إلى سبها في الفترة الأخيرة والتي حالت ميليشيات حفتر دون نزولها على مدرج مطار المدينة. أكدت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق عقدها اتفاقا مبدئيا لصياغة بروتوكول صحي موحد بين ليبيا وتونس بشكل عاجل، يعقبه فتح المجال الجوي بين البلدين وفتح المعابر البرية في وقت لاحق. وأوضحت الخارجية الليبية أن وكيل الوزارة محمود التليسي وعددا من المسؤولين الليبيين اجتمعوا الأربعاء مع السلطات التونسية وناقشوا تسهيل انتقال المواطنين بين البلدين، فضلا عن ضرورة التعجيل بحل كافة القضايا التي تعد من أولويات العمل بين البلدين الشقيقين. أصدر محافظ مصرف ليبيا المركزي صديق الكبير قرارا بتكليف أحمد خليفة الجريو بمهام مدير عام المصرف الليبي الخارجي وخالد القنصل رئيسا للجنة المؤقتة لإدارة المصرف. هذا وعاد الكبير في ذات القرار تشكيل لجنة الإدارة المؤقتة للمصرف الخارجي على أن تتكون من رئيس وخمسة أعضاء، وهم الهادي كعبار وأحمد العبار وأحمد الميهوب ومحمد الضرات وحسين المحمودي. أصدر رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام الصديق الصور قرارا بإحالة عميد بلدية الخمس لمحكمة باب بن غشير بتهمة التقصير في حفظ وصيانة المال العام واستغلال سلطات وظيفته لنفع الغير. وكان الصور قد أصدر في الآونة الأخيرة أوامر قبض عدة بحق عدد من المسؤولين على خلفية تهم فساد وإساءة استعمال السلطة، آخرها أمر الحبس بحق نائب مدير المصرف التجاري الوطني فرع غريان بتهمة إحداث ضرر جسيم بالمال العام. بحث وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا مع نظيرته الإيطالية لوسيانا لامورجيز تعاون البلدين في مكافحة الهجرة غير الشرعية وسبل إيجاد الحلول للمشاكل والعراقيل التي تواجه البلدين جراء هذه الظاهرة. وناقش الجانبان خلال اجتماعهما الأربعاء في روما تدريب الكوادر الأمنية بوزارة الداخلية الليبية في مجال أمن السواحل وطيران الشرطة والطيران المسير لمكافحة الهجرة غير الشرعية لمراقبة الحدود والسواحل والدعم اللوجستي، فضلا عن مناقشة إنشاء غرفة مشتركة بين ليبيا وإيطاليا لغرض مكافحة الهجرة غير الشرعية. We'll be right back.
أعلنت شركة الزاوية لتكرير النفط البدء في تشغيل وحدات تكرير النفط بالمصفات. وأوضحت الشركة أن أخصائيها باشروا مراقبة مرافق تشغيل وحدة الغليات والتي تنتج البخار اللازم في عمليات تشغيل الوحدات الصناعية الأخرى، منوهة لأنه من المنتظر البدء في تشغيل وحدات التكرير بعد تكامل الاستعدادات. تستمر مستجدات أعمال رفع إنتاج النفط تدريجيا هذه الأيام، حيث أصبح لا يخلو كل أسبوع من دخول حقل أو الاستعداد لإدخال حقل على خط الإنتاج. فبعد دخول حقل الشرارة مؤخرا، يستعد مهندس شركة مليتا التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط لاستئناف الإنتاج من حقل أبو الطفل. استعدادات على قدم وساق للعاملين في حقل أبو الطفل النفطي لإعادة تشغيله بالكامل يوم السبت المقبل. تصريحات أدلى بها مهندسو بشركة مليتا للنفط والغاز لوكالة رويترز، حيث أكدوا بدء عمل المحطات الفرعية في الحقل، وتوقع وصول الإنتاج إلى مستواه الطبيعي البالغ 70,000 برميل يوميا بعد استئناف الضخ. وبهذا تستمر وتيرة الإنتاج الليبي من الخام بالارتفاع تدريجيا نحو مستويات تفوق توقعات المراقبين الأولية التي أشارت سابقا إلى 500,000 برميل يوميا مع نهاية العام، وأصبحت تشير الآن إلى حوالي 700,000 برميل يوميا خلال أسبوعين على أقل تقدير وفقا لتقرير نشرته بلومبيرغ الأسبوع الماضي. وفي هذا السياق أعلنت شركة الخليج العربي للنفط بلوغ حصتها من إجمالي إنتاج النفط الحالي قرابة 200,000 برميل يوميا، ونقلت وكالة رويترز عن مهندسين بالشركة قولهم إن إنتاج حقلي البيضة والنافورة يبقى مستثنى من إنتاج الشركة الكلي، كون ضخ إنتاجهما يتم عبر ميناء السدرة الذي لا يزال تحت حالة القوة القاهرة. مشكلة قد تشهد حلا خلال الفترة القادمة بعد اتفاق شركة الواحة للنفط مع الشركة الوطنية للإنشاءات المساهمة لزيادة القدرة التخزينية لميناء السدرة من أجل تزويده بالخام بشكل أكبر، ما يسمح للحقول المغذية له برفع مستوى إنتاجها. وتزامنا مع هذه المستجدات، تستمر حركة النواقل النفطية إلى ومن موانئ الهلال النفطي بالازدياد، في إشارة إلى تدفق لإيرادات بالعملة الصعبة. ورغم عدم الوصول إلى اتفاق بشأن التصرف فيها، إلا أنها وبدون شك ستسهم حال الإفراج عنها في التخفيف من حدة أزمة نشأت بعد تراجعها منذ إغلاق النفط في يناير الماضي إلى حوالي 2% فقط من إجماليها المتوقع. عقد مجموعة من شباب طرابلس ونشطاء مؤسسات المجتمع المدني اجتماعا تحضيريا للاستعداد للتقدم لانتخابات المجلس البلدي بالمدينة كأول مجموعة شبابية. الاجتماع الذي جرى بطرابلس ناقش الترتيبات الخاصة بالترشح للانتخابات، إضافة إلى كيفية عمل البلدية ودور أعضائها في خدمة المواطن. احنا اليوم كان في اجتماع تحضيري متكون مجموعة شباب ونشطاء مؤسسات المجتمع المدني، حاولنا احنا نشجع الشباب هي ان هم يشاركوا في انتخابات المجالس البلدية القادمة لتحديد قرارهم ان هم كيف يساهموا. اغلب مؤسسات المجتمع المدني او اغلب النشطين عندهم احتكاك مباشر جدا من الناس، عندهم شعبية قاعدة جماهيرية كبيرة، لكن ديما يتخوفوا من الجانب الخدمي لانهم اعتقادهم ان المجالس البلدية هذه عبارة عن جانب سياسي ان هم يقرروا مصير السياسة، بينما هو جانب خدمي. تسابق عدة بلديات الزمن وترفع من درجة الاستعداد في التعامل مع جائحة كورونا.
بلدية زهراء بمنطقة ورشفانة جهزت مركزها للعزل للتعامل مع الحالة الموجودة هناك. المزيد في هذا التقرير. بلديات عدة استعدت لجائحة كورونا بحسب المتاح. بلدية الزهراء مثلا بجفارة واحدة من البلديات التي جهزت مركزها للعزل. تجهيز وإن كان متواضعا، غير أنه يأتي في ظل ما يتوفر من إمكانيات وستلحقه إضافات أخرى وعدت بها البلدية في قادم الأيام. ندعونا كبلدية دعم لهذا المرفق اللي هو مركز العزل لبلدية الزهراء. نحن طبعا هذا المركز انشئ منذ فترة، لكن نظرا لعدم توقف الشركة للتنفيذ، يعني صعبنا احنا كبلدية ان احنا نقوم باستكمال هذا المشروع لانه هو مشروع متعاقد عليه، لكن الحمد لله الان تم استكمال هذا المشروع. الوزير بارك الله فيه استقبلنا واعطانا وعود، قال ان شاء الله احنا نحاول ان كيف نزيد السعة السريرية لمركز العزل. طبعا في حجر يعني اضافية موجودة، لكن المشكلة في المستلزمات. طبعا المستلزمات لازم اجراءات، انت بتعرف ان الدولة اجراءات ورسائل وكذا، والحمد لله احنا ماشيين في خطوة. يحتوي مركز عزل الزهراء على 8 أسرة، منهم 2 للعناية الفائقة، مزودات بأجهزة التنفس الصناعي، وستكون البداية الفعلية لاستقبال الحالات من الأسبوع المقبل. مركز العزل طبعا هذا أقيم بمجهودات البلدية بارك الله فيهم، وطبعا موجود داخل نطاق البلدية. المركز يخدم جميع متساكني المنطقة بدون تخصيص، والعدد موجود عدد من الكوادر الطبية والتمريض، الأطباء والتمريض وفني التخدير، مع وجود فني معمل مختبرات. يبلغ إجمالي الحالات في بلدية الزهراء نحو 1050 حالة، منها 130 حالة نشطة، ويأمل أهل الاختصاص أن يتعامل هذا المركز معها وأن تخرج من دائرة الخطر. تعيش محلة تهالة ببلدية غات أوضاعا معيشية صعبة من حيث ارتفاع الأسعار وتدني مستوى الخدمات المقدمة للمواطن، هذا بالإضافة إلى قدم البنية التحتية في ظل الإهمال الذي تعانيه أغلب مناطق الجنوب. تعيش محلة تهالة ببلدية غات أوضاعا صعبة من حيث ارتفاع الأسعار وتدني مستويات الخدمات المقدمة للمواطن، إضافة إلى قدم البنية التحتية في ظل الإهمال الذي تعانيه أغلب مناطق الجنوب. شوفوا هنا منهارة معدومة، أول شيء مستشفى الدكاترة ما فيه، والدوية ما فيه، ثاني شيء البنزين ما فيه، السيولة ما فيه، الحياة كلها متطلباتها للقلة، الحاجات غالية واجد، الحاجات كلها صنت منهارة وعدم ممل الحاجات الحقيقة، لأن حتى المركبات تو تمشي 6 كيلو على رجلة، ماشي المزارع 6 كيلو، عندك مزرعة تمشي 6 كيلو وترجع 6 كيلو، هذا على رجلة، معناتها من هنا صنت الأمور. والله نقول لك الحق صعبة شوية، كل شيء نار والعة، التومين غالي، وخلي المواد الخضروات هذه الطماطم والبصل وكذا، هذا ما يقل عن 3-4-5-6 دينار، ومرفوق يعني كل شيء، ما فيه حاجه بكل. بالنسبه للسيوله هذه معاش نحلم بها بكل، لابد معاش عندنا فيها نصيب، سيوله معاش عندنا فيها نصيب نهائي، يعني مش معقول واحد يقعد 5-6 شهور ما خداش سيوله، منين ياخذ؟ البنزين ناخذه فيها ب 90 دينار 80 دينار سبحان الله، كأننا ماناش ليبيين بكل شيء، منسي، احنا ليبيين منسيين يعني. المركز الصحي الوحيد بالمنطقة لا يوجد به أطباء، ويعتمد في سير عمله على القوافل الطبية من المنظمات الدولية والجمعيات الخيرية، كما يشتكي سكان المحلة من انعدام السيولة النقدية ومن ارتفاع أسعار السلع الأساسية. يعني نبعثها للحكومة سواء مؤقتة سواء حكومة الوفاق أن تنظر في الجنوب نظرة إيجابية حقيقة ضميرية، يكون ضمير، كان ما عندكش ضمير يرى مستحيل تنظر في الجنوب، ينظروا الجنوب يوفروا له إمكانيات ويعطوه زيها زي الشرق والغرب، هذه هي انطباعاتي يعني عليه. أهالي تهالى ناشدوا الحكومات النظر إلى همومهم ومشاكلهم وتحسين مستوى الخدمات والعدالة في توزيعها بالمقارنة مع باقي مناطق ليبيا.
بهذا نكون وصلنا إلى نهاية هذه النشرة، وهذا تذكير بعناوينها. وفد 5+5 يتفقان على التهدئة وخروج المرتزقة خلال 90 يوما بعد اتفاق وقف إطلاق النار. ردود فعل رافضة لقرارات رئيس المؤسسة الليبية للإعلام محمد بعيو ومطالبات للرئاسي بسحب قرار التعيين. إجمالي إصابات كورونا تتجاوز حاجز 50,000 وسط مطالبات بتوفير المعدات والنواقص لمراكز العزل. إذن لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا على الإنترنت لبالأحرار دوت تي في وبقية منصاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. في أمان الله.